السلام عليكم، مساكم الله بالخير. يا اهلا وسهلا ومرحبا. شايفين العود هذا اللي فرزناه لكم هنا؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. شوف قزاز، هذا عود ماليزي قديم يا اخوان. الفرز يمر بمراحل كثيره مره. شوفوا القطع هذه جميله جدا ولكن فيها عذرب. هل تباع؟ لا. وش الطريقه؟ ننظفها ونبيعها. هذا يأثر علينا في الوزن ولكن يعطينا في النهاية عود جميل جدا جدا جدا. شوفوا حرام لو نحطه كذا. شوف شكلها قبل. بنوريكم بعد التنظيف. شوف كيف صارت جميلة. كذا نحن نقدم لكم العود. اللي تشوفون قدامكم سلمكم الله، هذا الورد الطائفي النخبة الأول، إنتاجنا 1444، إنتاج ما شاء الله لا قوة إلا بالله. زراعة عضوية، سقاية عذبة، سماد من نفس المزرعة، أكرمكم الله. حيواناتنا في نفس المزرعة نسمد منها، لذلك نحن حصلنا على منتج لا قوة إلا بالله يتجاوز ثباته 3 أيام. فتحدينا في الورد الطائفي 10 أيام عندك تجربة، إذا ما وجدته فواح وثابت 3 أيام رجع. تعبئة الورد الطائفي ومستخلص قطرات الورد الطائفي أيضا دقيقة جدا جدا. لازم أن نتأكد أن المكان في عود ونستعين بالله، ولا بد أيضا أنها ما تلامس اليد أي قطرة. الآن لازم نغطيها بسرعة. مستخلص بوتلات الورد الطائفي منتج جميل مرة، وهو منتج من منتجات الورد الطائفي. طريقة الحصول على هذا المنتج، شوفوا ما شاء الله قوة الله بالله، لونه ترى يجي على أصفر بخلاف الورد الطائفي يجي على أخضر. هذا يجي لونه على أصفر. من تصفية الورد الطائفي نحصل على مستخلص بوتلات الورد الطائفي هذا. نكهة ورد طائفي في البداية عطرية وتحول إلى بخورية.
شفتم العود اللي صورناه اللي هو التلنقانو؟ ترى هذه القطعة كانت معه، جاية معه من المصدر، ولكن استبعدناها. كل الكمية هذه كمية ما هي بسيطة، تتجاوز 2 كيلو كلها استبعدت، منها صفائح ومنها ما شاء الله قواقع، ولكن ما شيء زي شيء. يا أخوان نحن الحمد لله على مدار 12 عام مضى، ونحن الحمد لله نبني على ما هو، نبني اسم تجاري ربينا فيه، يا رب لك الحمد، الزبون على منتجات فاخرة جدا جدا جدا، سواء أدهان أو أعواد خشب. لذلك خلط وبيع بالكيلوات هذا ما عندنا، لا لا لا، احنا نفرز العود. لذلك اللي تشوفونه معروض عندنا في المعرض، كيلو كيلوين 3 كيلو، ما نقدر نصكها بالعشرين واربعين كيلو، ترى بيجيكم كذا خليطي. عشان كذا ننتقي نقوة النقوة وننظف ونفرز مرة ومرتين وثلاثة، يعلم الله أنه حتى قبل التعبية أنه نفرز العود ونجربه. نسأل الله يا رب يا كريم أن يكون ما نقدم من إتقان العمل اللي وعدنا الله فيه بالبركة إذا حصل. هذا إيش يصير فيه دحين؟ هذا هل يتلف؟ هل يرمى؟ لا، العود شجرة مباركة. هذا الآن نحن نستعمله في خلاصة منتجاتنا، ننظف 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 الخشب اللي فيه مرة ونطحنه، نستعمله في خلاصة منتجاتنا اللي تشوفونها تجيكم وجدكم مع بعض المخلطات كاهداء، شميتم روائحها فاخرة جدا جدا جدا. في عالم العود تعالوا أريك حاجة عجيبة جدا جدا جدا، سبحان الخالق. شجرة العود إذا ضربتها الدودة تقوم هي تدافع عن نفسها. كيف تدافع عن نفسها؟ تفرز المادة اللي هي هذا الدهن. شوفوا هنا المنطقة هذه، شوفوا فيها غزارة غزارة لين الدهن نابع من برا من الجهتين. تدرون ليش؟ ضربت الدودة، شوفوها موجودة، شايفينها؟ ضربت الكسرة فدافعت عن نفسها وخرج هذا الدهن ما شاء الله. الآن هذه تنظف تطلع رائحتها فاتنة جدا جدا، شوف الدهن هو طالع نابع من برا. شوفوا من أجمل الكسر، دافعت عن نفسها الشجرة فأفرزت هذه المادة، مات الدود، الحشرة شوفوها ماتت، لكن أصبحت نكهة هذه الكسرة جميلة مرة 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 مرة. سبحان الخالق له في خلقه شؤون. شايفين ميتة؟ بفعل المادة اللي أفرزتها الشجرة فأصبحت شجرة عود. شوفوا هذه أيضا دافعت عن نفسها وأفرزت ما شاء الله تبارك الله المادة هذه بغزارة، شوفوا لين الدهن نابع من برا ومات الدود، صارت كسرة جميلة. ترى هذا يا أخوان الكسرة هذه تباع بزي ما هي بدودها، ولها مقتنين يقتنونها يدورونها بزي كذا. دودة العود اللي مرت علينا في الأعواد الماضية، في بعض الأخوان يوصوننا وصاية يقول إذا جتك الدودة الطويلة، دودة تجي طويلة بحجمها بطول الأصبع تقريبا، من هذا الكسر لا تفرط فيها أبدا، بزي ما تكون خلها على جنب. مادة لطيفة خفيفة قدمنا لكم فيها عطر الملوك الورد الطائفي ومستخلص بترات الورد الطائفي، وعود فخم جدا جدا ونادر. فرزنا لكم قلب العود اللي ما يليق فيكم طلعناه برا.
إلى هنا نحن نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، وإن شاء الله بإذن الله نراكم غدا في طرح قادم. إلى غدا إن شاء الله بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، في أمان الله.